لما بنقعد نسمع الاغاني الجميله دي، ويمكن انا في فقرتي مع احمد سعد الدين الناقد الفني كان بيقول ان الاغنيه دي بالذات اللي بتغنيها ورده كانوا تحت مبنى التلفزيون لما عرفوا خبر الحرب اللي كان مفاجاه الساعه 2 الظهر، وطلعوا وعملوا الاغنيه في ساعه ونص. الاغنيه الجميله دي اللي احنا بنقعد نسمعها لغايه دلوقتي وبنرددها وبنقعد نغنيها، انا لغايه دلوقتي اول ما بسمعها بقعد. هو ده برضه سر وده انجاز بالتاكيد، وروح حرب اكتوبر، وهنفضل نقول حلوه بلادي السمره بلادي، وهنفضل نقول تحيا مصر، حب مصر دايما في قلوبنا. ومره ثانيه بنحيي روح الشهيد وروح من قاتل ووقف في ظل او وقف في وجه العدو في للحفاظ على مقدرات ومؤسسات هذا الوطن. مره ثانيه تحيا مصر، تحيا مصر، وتحيه خاصه لكل ابطال نصر اكتوبر. نتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا بكل فقراتنا النهارده، نشوفكم بكره فريق عمل جديد ونهاركم سعيد ان شاء الله. سلام.